امتى بقى يجي اليوم اللي تحط صورتي على الموبايل؟ علشان اول ما اكلمك اظهر لك على طول. يا حبيبتي صوتك جوايا مش على الموبايل. لا ثبتني كده، كلتني بالكلام. الدنيا تظبط، نعلن جوازنا وحط صورتك على كل الارقام. في ايه يا انجي؟ ما ترد علشان تبقى انجي في البيت وهنا كمان. يعني شفتيني رديت؟ ما هو ده اللي ناقص. بس الصوره مش حلوه، مبينه كل الجفاهات والشعر. ما عندكش ليها صوره احلى شويه؟ هتبان يا رنا، بطلي شغل كده النساء ده مش عليا. كيد كيد لما يبقى فيه خطر، لما تكون هي اللي خطفاك، انما دلوقتي هي اللي تخاف مش انا. هو في ايه؟ ما ترد، رد بجد. بس اسمع، لو مفيش حاجه مهمه انسى انك هتنزل النهارده. الو تينا، واتس رونج؟ بوليس؟ وير ار يو؟ اوكي اون ماي واي. هو في ايه؟ مفيش حاجه، لازم امشي دلوقتي. وقد انتقلت قوة من الشرطة بقيادة النقيب أدهم محمود بسيوني إلى مقر إقامة المتهمة بتفتيش المسكن الخاص بها عصور نعلة. فردة قفاز لليد اليمنى بين قوسين جوانتي مطابقة لفردة قفاز لليد اليسرى تم العثور عليها بمسرح الجريمة بفيلا الدكتور جلال محمد عبد الحميد العوضي، شهرته جلال العوضي. كما عثرنا على مبلغ مالي 20,000 جنيه، علبة أقراص مدمجة، بين قوسين سيديهات بها تسجيلات خاصة بالدكتور جلال العوضي، وبمواجهة المتهمة أنكرت معرفتها بالمواد المسروقة. الجوانتي بتاعي والفلوس بتاعتي، انما السيديهات والله العظيم انا ما اعرفش هم ازاي جم عندي. انا ما اعرفش ازاي انتوا لقيتوهم، والله العظيم انا ما اعرف اي حاجه عنهم. اقفل المحضر على كده. أنا وصلت الاسم، أنت فين يا متر؟ طلع لك حالا، طلع لك حالا. يا فندم أكيد في حاجة غلط. إنجي دي مراتي وأنا عارفها كويس، مش ممكن تقتل. أكيد في حاجة غلط في الموضوع. للأسف يا دكتور، الأدلة كلها دلوقتي ضد مدام إنجي. بالذات بعد ما لقينا فردة الجوانتي والسيديهات اللي عليها تسجيلات للدكتور جلال عندكم في الفيلا. أنا آسف جدا يا دكتور هشام. مرات حضرتك موقفها صعب جدا في القضيه. طب ممكن اشوف موكلتي واخد نسخه من المحضر؟ اه طبعا، هبعت اجيبها لك حالا، والمحضر تقدر تطلع عليه في اي وقت. تفضلوا استريحوا بعد اذنكم. تفضل. حصل ده؟ انت مصدقه؟ حرام عليك نفسك، دي مالك يا ابني؟ تينا انتحرت. عارف يعني انتحرت؟ يعني لو ما كناش لحقناها كانت ماتت. الحمد لله لحقناها، والدكتور قال انها هتبقى كويسه. مش نهدى بقى ولا نموت احنا كمان بالقهر اللي احنا فيها دي؟ انا السبب، انا السبب. ضغطت عليها بزياده،
كانش المفروض اوصل الامور لكده. بقول لك ايه؟ ما تقوم تروح وسيبني انا معاها. روح يا ماما. روح عند سولي. بدل ما احنا سايبينه مع ناني كده، انا مش بثق في الناس دي. ما ينفعش امشي يا امي. وسولي ما تقلقيش عليها. اللي اقدر اعمله معاها اني احاول اخليها تبات في اوضه المأمور النهارده. حاول تشوف حل تاني يا متر، نخرجها بكفاله وندفع اللي هم عايزينه. ده الحل الوحيد لغايه التحقيق بكره الصبح مع وكيل النيابه ونشوف هيرسي على ايه. طب ما ينفعش تبات في بيتها النهارده ونتعهد ان احنا نجيبها بكره الصبح. مستحيل طبعا، دي جريمه قتل. هشام انت فين؟ في ايه يا انجي؟ ازاي ده حصل؟ معرفش، انا مش فاهمه اي حاجه. انا كنت قاعده في البيت لقيتهم جم قبضوا عليا وجابوني هنا. طب بعد اذنكم هروح اطلع على محضر التحقيق واذن النيابه. اوكي يا مدر. تعالي تعالي اقعدي تعالي. هما فاكرين ان انا قتلت الدكتور جلال يا هشام. ازاي انا اقتل؟ انا مش ممكن اقتل اي حد. ايه دي بس يا انجي، اكيد في حاجه غلط. تحقيق النيابه بكره واكيد المتر هيتصرف. بكره؟ انا ما ينفعش ابات هنا. هشام ابو سيدك، انا ما اقدرش ابات هنا، انا ممكن اموت نفسي. يا انجي استحملي بس لحد بكره الصبح. انا ليه يا ربي بيحصل معايا كده؟ انا عملت ايه عشان يحصل معايا كده؟ سيديهات ايه اللي هو عندنا دي؟ انت كمان هتقول لي سيديهات؟ والله العظيم ما اعرف السيديهات دي كانت ازاي، وحياة ربنا ما اعرفش. للاسف مدام انجي لازم تبات في الحجز النهارده. على بالي. بطل كدب يا عز، انا دايما على بالك مش بس دلوقتي. طب خير يا ستي، ايه اللي حصل في الدنيا؟ طلبتك غلط، سوري، اسفه. تموتي في الاستعباط انت يا رحمة. يعني بصراحه يعني جيت على بالي وانا مبسوطه شويه قلت اكلمك عادي. طب كويس يا ستي انك بتكلميني وانت مبسوطه، يعني الكلام اللي جاي هيطلع كله حلو ان شاء الله. لا مش فاهم. هنرجع نستعبط تاني؟ امال احنا كنا بنحكي في ايه النهارده لما كنت عندي؟ انت ما تعرفش تعيش اللحظه. قلت لك انا بكلمك عشان كنت حاسه ان انا مبسوطه شويه. يا رحمه يا رحمه، مبروم على مبروم ما بيلفش. تيجي تتغدى عندي بكره؟ اه، دي لعبه بقى من بتوع زمان. تعالى وهعمل لك واسوي لك وفي الاخر يطلع عليك واحد. كفايه جنان يا رحمه، احنا كبرنا الكلام ده. خلاص انا هستناك بكره على الغدا. باي. طب استني بس. عايز انام. عايز هستناك. انت كويس يا عز؟ تصبح على خير يا سعاد. أنا ما كانش قدامي إلا كده، كنت هعمل إيه ولا أجيب منين؟ كل اللي جاي على قد اللي رايح، ويا ريته بيكفي. والواحدة بتبقى متعشمة في الناس خير، كمبيارة ولا كمبيارة، لحد ما لقيت نفسي هنا. والله العظيم لو يسيبوني بس لحد ما أخرج لأسد كل اللي عليا. أنا إلهام. صباح الفل.